يا مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج اخبارنا، واللي بنتابع فيه طبعا اهم اخبار نادينا الزمالك والاخبار المحليه وكمان الاخبار العالميه. ولكن زي عادتنا كل يوم بنبدا بعناوين الحلقه. مصر والسنغال في صراع تحقيق حلم التاهل للمونديال. رساله كيروش للجماهير، عائله واحده. انتصارات الفراعنة في مواجهة أسود التيرانجا. فكر صالح مدرب الأساطير في ضيافة أخبارنا. اما موضوع حلقتنا النهارده، عايزين نعرف من حضراتكم، يعني كل واحد منكم كده يقول لنا هتتفرج على ماتش مصر والسنغال فين ومع مين، ومن اللاعب اللي انت هتتوقع النهارده تألقه. دلوقتي خلونا نطلع فاصل قصير وبعدها نرجع ونبدأ حلقتنا. يا مساء الخير على كل جماهيرنا في كل مكان، وحلقة جديدة من حلقات أخبارنا، حلقة الساعات الأخيرة قبل لقاء القمة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم. خلاص المذاكرة انتهت والكل دلوقتي في انتظار أقوى 90 دقيقة، إن شاء الله يا رب تنتهي بالفوز للفراعنة وتبقى نتيجة إيجابية لينا. زي ما احنا شايفين كلنا إن الحمد لله الحالة المعنوية للعيبة في أعلى 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 درجاتها، والجماهير جماهير من بدري جدا جدا في الاستاد، يمكن مثلا بنتكلم من الساعه 12 وهم هناك. الحمد لله خلاص هم اتجمعوا ودخلوا وملوا المدرجات، منظر اكتر من رائع، منظر يفرح الحقيقه، شكل الجماهير جميل جدا جدا. شايفه كمان ان في تنوع، يعني شايفه كل الاعمار موجوده، شايفه صغيرين، شايفه اطفال، شايفه كبار، شايفه عائلات، شايفه شباب، شايفه سيدات كمان كتير جدا موجوده في المدرجات. الحقيقه ان النهارده الجمهور بيعزف سيمفونية، منتظرين كلهم، كلنا منتظرين نشوف عرض مميز من لاعبتنا إن شاء الله في مباراة النهاردة. طيب مباراة النهاردة كل اللي احنا بنتمناه فيها ايه؟ أول حاجة إن لاعبتنا تكون مركزة جدا جدا جدا، مطلوب إنك أنت ما تتسرعش في التسجيل. تاني حاجة الحذر ثم الحذر ثم الحذر من مرتدات السنغال اللي هي بتتميز بالقوة والسرعة. ثالث حاجة وأهم حاجة برضو إنك أنت ما تعترضش تماما على طاقم التحكيم. ثلاث حاجات دول لو لعبتنا فعلا قدروا إن هم ينفذوها إن شاء الله نقدر إن احنا نحسم نتيجة إيجابية لينا النهاردة يا رب إن شاء الله. نفس ثلاث حاجات برضو طالبينهم من المدير الفني كروش. من الحاجات اللي احنا طالبينها منه أول حاجة ما تتعصبش، ما تتعصبش تماما بالذات في التعامل مع الحكام، لان ده وارد جدا ان هو يفقدك تركيزك في اداره المباراه. تاني حاجه مش عيب ابدا انك انت تعمل تغييرات، والمهم انك انت تتدارك الاخطاء سريعا علشان تقدر تعالجها، وتقدر كمان انك انت تتداركها في البدايه عشان تقدر تعالجها. تالت حاجه واهم حاجه مطلوب منك انك انت تلعب بطريقه تتناسب مع امكانيات لعبتك، ومش عايزين اي تغيير مفاجئ في المراكز. يعني كل الحاجات اللي احنا كانت بتعصبنا وبتضايقنا في كاس العرب او تصفيات كاس الامم، النهارده احنا مش محتاجين ان احنا نشوفها تماما. محتاجين كل واحد النهارده من اللعيبه نشوف عرض كويس، كل واحد عارف دوره ايه، كل واحد عارف هو بيعمل ايه بالظبط في المباراه. انت قلت ان انت المباراه مش مجرد مباراه متعه، لا احنا جايين نحسم النهارده، وده فعلا اللي احنا عايزين نشوفه. نشوف لعيبه في مراكزها، لعيبه عارفه هي بتعمل ايه كويس، وان شاء الله ان شاء الله تبقى النتيجه النهارده ايجابيه لينا وكلنا ان شاء الله نفرح. نيجي بقى لاهم دور في مباراه النهارده وهو جماهيرنا. احنا عايزين تشجيع زي ما قلت لكم امبارح، مش من اول دقيقه، لا من اول ثانيه لاخر ثانيه انت بتشجع. ليه بقى؟ انت بتشجيعك ده يعني عشان كده دايما يقول لك ايه الصعوبه ان احنا بنلعب على ارض المنافس او ارض الخصم، فاحنا طبعا بالنسبه لهم دلوقتي الخصم. فانت لما تشجع بكل روح وبكل قوه انت هتربك لاعبي السنغال وهتحطهم بقى ايه في مأزق كده، خاصه مدافعيه طبعا حارس المرمى مندي.
الجمهور برضو قادر جدا ان هو مثلا لو في لعيب او اتنين او تلاتة مثلا تعبوا او ارهقوا او اي حاجة، لا تشجيعكم ده هيخليهم ان هم عايزين يبذلوا اقصى جهد، عارفين ان انتوا جايين، عارفين ان انتوا بتشجعوهم، فهيخليهم لا يعني يدخلوا في المباراة سريعا ويتحمسوا اكتر وعايزين كمان يحققوا لنا نتيجة. جمهور كمان ممكن يضغط من حتة تانية لان هو ممكن يبقى صمام امان للمنتخب في مواجهة اي قرارات غلط للحكام. جمهورنا النهارده بيلعب رقم واحد، احنا قلنا امبارح ان هو بيلعب رقم 12 في الملعب، لا انتوا النهارده بتلعبوا رقم واحد. وارجعوا لتصريحات كروش هتلاقيه مركز قوي في الحته دي لانه عارف اهميتها واهميه ان انتوا تحفزوا اللعيبه بشكل مستمر، لان ده فعلا فعلا هيأثر جدا داخل ارض الملعب. خليكوا بصراحه انتوا كده كده بصراحه مش مقصرين، انتوا من الساعه 12 والجماهير شكلها يفرح، يعني رسمه عظيمه داخل المدرجات لجماهير مصر النهارده، انتوا حاجه تشرف. طبعا النهارده هنتكلم عن مباراه مصر والسنغال ولكن باستفاضه شديده مع واحد من اكبر نجومنا في عالم التدريب كابتن فكري صالح. تعالوا دلوقتي نشوف، يعني عندنا حلقه خاصه جدا عن الماتش النهارده وطبعا بالكلام عن مباراه مصر والسنغال. تعالوا نشوف تاريخ المواجهات وانتصارات الفراعنه على في مواجهه اسود السنغال ونرجع ونبدا اخبارنا. للمنتخب المصري سلسلة من المباريات التي لا تنسى مع السنغال، حقق فيها الفراعنة انتصارات جميلة وقدموا كرة رائعة وأسعدوا الملايين، وحقق المنتخب الوطني 7 انتصارات لا تنسى على السنغال. فقبل 35 عاما وتحديدا في دورة الألعاب الإفريقية عام 1987 نجح المنتخب المصري في تحقيق أول فوز له على السنغال بهدف سجله وقتها أيمن يونس، وكانت مفتاح الطريق إلى حصد الميدالية الذهبية. وفي عام 1997 كان الموعد مع فوز آخر لا ينسى في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، وقتها فاز المنتخب على السنغال بهدفين دون رد سجلهما حازم إمام وهادي خشبة. وفي عام 2000 كان الموعد مع لقاء آخر جمع بين مصر والسنغال في أمم إفريقيا، وفاز الفراعنة بهدف رائع لحسام حسن. وفي العام التالي 2001 تواصلت الانتصارات وكان الموعد في استاد القاهرة، ووقتها فاز المنتخب بهدف واحد سجله أحمد حسام ميدو برأسية رائعة واهتزت المدرجات فرحا بهذا الانتصار. وفي عام 2006 كان الموعد مع فوز رسمي مثير، فوز بهدفين مقابل هدف سجلهما أحمد حسن وعمرو زكي وبإدارة فنية رائعة للمدرب الكبير حسن شحاتة. ولمصر انتصارات ودية على السنغال مثل الفوز بهدف للا شيء بهدف ميدو في عام 2003، والفوز في ودية 2005 4 اهداف مقابل هدفين. واليوم تنتظر الجماهير المصرية بعد قليل فوزا جديدا لا ينسى على تيرانجا، وخطوة أولى في رحلة المنافسة على حصد بطاقة التأهل لكأس العالم. هنبدأ أخبارنا النهاردة بأخبارنا المتنوعة. البداية أكيد من مباراة الحلم، المواجهة المصرية بين مصر والسنغال في طريق تحقيق حلم التأهل للمونديال. النهاردة الساعة 9:30 هتنطلق مباراة الذهاب بين مصر والسنغال. المواجهة تكون على استاد القاهرة بحضور 60,000 متفرج. النهاردة منتخبنا بيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمة التأهل لكأس العالم قبل العودة اللي هتكون في السنغال يوم الثلاثاء اللي جاي الساعة 7 بتوقيت القاهرة. طبعا كلنا بنتمنى النهاردة التوفيق للرجال منتخبنا انهم يحققوا فوز مريح النهارده، ويحقق كمان محمد صلاح وزمايله في المنتخب حلمنا كلنا بالتأهل لكأس العالم للمره الرابعه.
نروح للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا، واللي اكد ان هو سعيد باللي شافه خلال الفتره اللي فاتت من روح كبيره جدا جدا للاعبين قبل مواجهه السنغال في المرحله النهائيه لتصفيات كاس العالم. واكد كيروش ان منتخب مصر بيملك مجموعه مميزه والكل تعهد على بذل اقصى جهد علشان يحققوا حلم التاهل لكاس العالم. مباراه النهارده هيكون فيها تضحيات كتير من اجل تحقيق الحلم واسعاد الشعب المصري. وقال كمان كيروش للجمهور اننا كلنا عائله واحده. وأضاف المدرب البرتغالي أنه خلال أيام المعسكر شاف روح جيدة من كل لاعبي المنتخب المصري لأول مرة يشوفها، واللاعبين عندهم دافع كبير جدا علشان يفرحوا الشعب المصري كله، والفرصة كبيرة جدا لتحقيق الحلم. وده شدد عليه كروش أنه كمان مش بيفكر نهائيا في اعتزال التدريب، لكنه بيفكر في مباراة السنغال فقط لا غير. لسه مع كيروش مدرب منتخبنا، واللي اكد ان مباراه السنغال ليست للمتعه، والهدف في المواجهه دي هي الفوز بكل حاجه او خساره كل حاجه. واضاف المدرب البرتغالي ان هو عاوز من كل لاعب ان هو يقدم افضل شيء عنده. وخلال المعسكر كان في شغل كتير، وكل القايمه اللي فيها 23 لاعب جاهزين للمشاركه كاساسيين. وقال كيروش ان الضغط الحقيقي هو اختيار 11 لاعب علشان يمثلوا منتخبنا في مواجهه النهارده، لكنه سعيد ان كل الفريق جاهز، وشدد انه مش قلقان ومفيش حاجه نخسرها امام السنغال واللي حقق فريقها كاس افريقيا، والضغط هيكون عليهم. واعلن كيروش ان منتخب مصر هيكون افضل ذهنيا من السنغال طالما الفريق كله اسره واحده وفريق واحد وبيشتغلوا بشكل جماعي. نروح لعمرو السوليه، واللي قال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراه ان كل لاعبي المنتخب مش ناسيين الحزن اللي هم عاشوه بعد خساره نهائي كاس افريقيا ضد السنغال، كلهم عايزين يعوضوا اللي حصل بالتاهل لكاس العالم. واضاف السوليه ان كل لاعبين عندهم الخبره الكافيه والتعامل مع الحضور الجماهيري الكبير، وشعور النهارده هيكون مختلف تماما لما يلعبوا مدرجات مليانه على الاخر. واضاف كمان السوليه ان الفريق كله مدرك تماما حجم المسؤوليه اللي عليهم، وان حلم الكل هو الوصول لكاس العالم، ووعد انهم هيحاولوا يحققوا نتيجه ايجابيه في المباراه الاولى النهارده علشان تكون سبب في الوصول للمونديال. اعلن حساب الاتحاد المصري لكره القدم على انستغرام ان منتخبنا هيخوض مباراه النهارده امام السنغال بالزي الاساسي، وكتب حساب اتحاد الكره المنتخب الوطني بالقميص الاحمر والشورت الاسود والجوارب البيضاء في مواجهه السنغال النهارده. طبعا كل التوفيق لرجاله منتخبنا انهم يحققوا النهارده نتيجه طيبه في مباراه الذهاب قبل السفر للسنغال. لسه مع منتخبنا، وكارلوس كيروش مدرب منتخبنا حريص ان هو يدي تعليماته الاخيره للفريق قبل التحرك لاستاد القاهره. وتركزت تعليمات المدرب البرتغالي على 3 حاجات، اولها مطالبه اللاعبين بالتركيز في كل فرصه ومحاوله لاحراز هدف مبكر واستغلال الضغط الجماهيري اللي هيكون على لاعبي السنغال بسبب وجود 60,000 مشجع مصري. تاني حاجة طالب المدرب البرتغالي من لاعبي المنتخب انهم يقفلوا المساحات امام لاعبي السنغال خصوصا في الهجمات المرتدة، خوفا من استقبال هدف بشباك فريقنا يصعب من المهمة قبل لقاء الاياب في داكار اللي هيكون يوم الثلاث اللي جاي. اما طلب الثالث ليه من اللاعبين كان عدم الاعتراض على الحكام، والتركيز يكون فقط في الأداء داخل المستطيل الأخضر خوفا من حصول أي لاعب على بطاقات صفراء أو حمراء. طبعا بنتمنى التوفيق لرجالة منتخبنا النهاردة ولجهاز جهازنا الفني بقيادة كارلوس كيروش. نروح لقائد منتخبنا محمد صلاح، كان ليه رسالة خاصة جدا للجماهير. هداف الدوري الانجليزي ونادي ليفربول نشر صوره امبارح على حسابه على تويتر وكتب محتاجينكم بكره. الحقيقه ان هي رساله مهمه جدا جدا جدا. النهارده الجمهور هيشجع صلاح وهيشجع كل زمايله علشان يحققوا حلمنا وهو التاهل لكاس العالم. الحقيقه ان هي رساله عظيمه جدا من محمد صلاح، بالكم فيها قد ايه النهارده اللعيبه محتاجه الجماهير. فخليكم النهارده ورا منتخبكم، وان شاء الله ان شاء الله ترجعوا من الاستاد منصورين وراضيين بالنتيجه.
نروح لمعسكر السنغال وتحديدا اليو سيسي المدير الفني المنتخب السنغالي اللي قال ان هو مش محتاج لزرع دوافع لتحقيق الفوز على منتخب مصر، واعترف ان المباراه صعبه على الفريقين، واكد مدرب السنغال انهم جايين لمصر علشان يحققوا نتيجه طيبه وعارفين انهم هيخوضوا مباراتين نهائيتين للتاهل لكاس العالم، والمواجهه بقت اصعب بعد ما تقابل نفس الفريقين في نهائي كاس الامم، لكن ده هيخلي فريقه يلعب بذكاء ويتجنبوا ارتكاب الاخطاء والخروج بنتيجه ايجابيه تساعدهم في مباراه الاياب. واضاف كمان مدرب السنغال ان الفريق طموحه ما انتهاش بتحقيق لقب كاس الامم، ومش معنى انهم حققوا اللقب الافريقي انهم ما عندهمش دوافع للتاهل للمونديال. لو بصيتوا للتصريحات دي تصريحات تقلق، ليه بقى؟ لان يعني ده معناه ان المنتخب السنغالي ما عندوش اي نوع من انواع الغرور، يعني حققوا كاس الامم لاول مره في تاريخهم، ولكن ما عندهمش غرور ان هم حققوا كاس الامم، لا هم جايين عارفين ان المباراه دي صعبه وجايين عايزين يكسبوا، ولكن احنا عندنا رجاله منتخبنا قادرين ان شاء الله ان هم يواجهوهم، وقادرين كمان ان هم يحققوا نتيجه ايجابيه. لسه مع المعسكر السنغالي، واعلنت الشركه المسؤوله عن بيع تذاكر مباراه الاياب بين مصر والسنغال واللي هتكون يوم الثلاث اللي جاي نفاذ كل تذاكر مباراه اياب المرحله النهائيه من تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم. تم طرح التذاكر عبر الموقع الالكتروني وانتهى تماما امبارح الخميس. طبعا مباراه الاياب هتقام على ملعب دايموند الاولمبي في داكار عاصمه السنغال يوم الثلاث اللي جاي الساعه 7 مساء بتوقيت القاهره. طيب بالكلام عن تصفيات كاس العالم، النهارده بتقام 5 مواجهات في اطار ذهاب المرحله النهائيه من التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم. الساعه 5 بدات مباراه الكونغو الديمقراطيه والمغرب في ملعب الشهداء بمدينه كنشاسا الكونغوليه. لحد دلوقتي 1-0 للكونغو. الساعه 7 هتبدا مباراتين، مالي ضد تونس في ملعب 26 مارس بمدينه باماكو الماليه، والكاميرون امام الجزائر في ملعب جابوما في مدينه دوالا الكاميرونيه. اما الساعه 9:30 هتبدا مباراتين كمان، طبعا مباراه منتخبنا ضد السنغال في استاد القاهره، وفي مواجهه بين غانا ونيجيريا على ملعب بابا يارا في مدينه كوماسي في غانا. كده تكون انتهت اخبارنا المتنوعه، ودلوقتي جه معايا اخبار نادينا الزمالك. يتقدم المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك بخالص التهنئه الى جلاله الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الامير محمد بن سلمان والامير عبد العزيز بن تركي رئيس الهيئه العامه للرياضه والشعب السعودي الشقيق بمناسبه تاهل المنتخب السعودي الى نهائيات كاس عالم 2022 والتي تستضيفها قطر. الجهاز الفني لفريقنا بقيادة البرتغالي فريرا قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 2 يوم. فريق هيستأنف تدريباته يوم الحد القادم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولي يوم الجمعة 1 أبريل. الزمالك خاض أمس الخميس تدريبا شارك فيه اللاعبين بكل قوة استعدادا للمباراة المرتقبة في الجولة الختامية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2021-2022. وعقد فريرا جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض، وشهدت حديثا سريعا بين المدير الفني للزمالك واللاعبين بخصوص بعض الأفكار الفنية المراد تنفيذها والعمل عليها خلال المران. نروح لشيكابالا لاعب فريقنا واللي بيواصل برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية الأخيرة. شيكا كان تعرض لإصابة عضلية تسببت في غيابه عن مباريات الفريق الأخيرة، ودلوقتي بيتم تجهيزه علشان يكون موجود في المباريات المقبلة اعتبارا من مواجهة ساجرادا الأنجولي في دوري أبطال أفريقيا. مشاهدينا دلوقتي هنطلع نسجل ونستقبل ضيفنا كابتن فكري صالح مدرب منتخب مصر السابق. فكري صالح اسم عملاق في عالم الكرة المصرية، المدرب الكبير يطلقون عليه صانع الحراس، مدرب الأساطير. فكري صالح ظاهرة من النادر تكرارها في عالم الحراس، لمع في بداياته مع الزمالك ولعب للمقاولون العرب، ولكنه اعتزل مبكرا ليحترف مجال التدريب ليصبح الأصغر بين أقرانه،
وخلال رحلته التدريبية بالزمالك وغيرها من الأندية قدم العديد من الحراس الموهوبين أشهرهم عبد الواحد السيد ونادر السيد وأيمن طاهر. في نفس الوقت كان مؤثرا جدا في تطوير مستوى العديد من الحراس ورفع كفاءتهم مثل عصام الحضري الذي لعب تحت قيادته مع المنتخب الوطني، ولفكري صالح مسيرة طويلة مع المنتخبات، فهو مدرب لحراس مرمى المنتخب الأولمبي مع الهولندي رود كرول، وتوج بذهبية دورة ألعاب عام 1995، وكان مساعدا للراحل محمود الجوهري في المنتخب الأول، وأسس مدرسة كروية لتدريب الحراس ضمن منظومة نادي وادي دجلة تحولت معه إلى قلعة الحراس الموهوبين. أهم ما يميزه هو التعامل النفسي مع حراس المرمى وتطوير مستواهم مع الاحتفاظ بقوة الشخصية واتخاذ القرارات الصعبة. ضيفنا الليلة هو كابتن فكري صالح الذي يحل علينا في حوار صريح جدا مع أخبارنا. بينورنا النهارده واحد من اساطير مدربي حراسه المرمى في مصر، كابتن فكري صالح. منور الدنيا يا كابتن. ربنا يخليكي يا كابتن مها، وشرف عظيم ليا ان اكون معاكي، شرف عظيم ليا ان اكون في قناه نادي الحبيب القلعه البيضاء قناه الزمالك، وشكرا لكل فريق العمل فريق الاعداد على هذا المقدمه الجميله اللي فكرتني بتاريخ كبير قوي قوي قوي. حضرتك فعلا تاريخ كبير، وفي البدايه عايز اقول لحضرتك كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا فندم. لما شفت التقرير كده ايه ابرز يعني الحاجات اللي انت تذكرتها؟ والله ما انت عارفه اللقطات من دي ساعات ما بتبقاش عند الواحد، وما بتشوفيها بتبص تلاقي السنين جريت بسرعه. بس بحمد الله ان كان قدري من عند الله ان انا بدات بدري كتدريب، ولكن المعطيات كعمالقة في مصر سواء في نادي الزمالك سواء في منتخب مصر الأسماء كبيرة، ويكفيني فخرا وشرفا أن كل مدربين الحراس الكبار دلوقتي كانوا أولادي، وكان فرصهم في أن هم يلعبوا كعمالقة زي مثلا كابتن أيمن طاهر بدايتهم، مش أن أنا دربته بس، لا ده تعرف عشان تحطي واحد على بداية الطريق ده فن وده اسلوب. ففي عماد المندو طارق عبد العليم لسه متواصل معايا امبارح، عصام الحضري النهارده كان لسه بيكلمني قبل صلاة الجمعة النهارده وبطمئن على الاخبار. فده لا احكي لي بقى يعني عصام الحضري يعني اتكلمتوا مع بعض في ايه النهارده؟ لا هو بياخد رايك في هو إيه يعني؟ حتى وهو في البطولة الافريقية الاخيرة كان دايما قبل المباريات بيكلمني وبيطمني على الحراس. فانا النهارده اطمنت منه على وهو اللي كلمني والله، يعني عشان انا في اليوم اللي هو قبل المباراه ده مش ممكن اعمل اي تواصل، ولكن انا فوجئت بتليفون منه وقال يا كابتن ادعي لنا، كان الكلام ده قبل صلاه الجمعه. فقلت له الاخبار ايه؟ قال لي لا كل الفرقه تماما مصر. بمجرد ما قال لي الكلمة دي يعني فهمت ان ان شاء الله النهاردة هيبقى فيه خير، لاني يعني ما قالش مثلا الناس كويس، لا قال لي كل اللعيبة كل اللعيبة يا كابتن فكري شايلة مصر النهاردة. الناس كلها بيشغل بالها قوي مين النهارده هيكون في حراسه المرمى، يعني اكيد كابتن عصام الحضري بلغ حضرتك لانه اكيد طبعا بيحب ياخد راي حضرتك في ان هذا التصرف سليم او يعني ممكن يجري فيه بعد التبديل مثلا. لا والله انا بحلف بالله، اولا استحاله حتى لو هو ابني واقول له مين هيلعب، ده نمره واحد. اتنين زي ما قلت لك انا كنت بطمئن على ولا نصحته حتى الفرقه، هو ما بيحتاج حاجه بيقول، انما محمود ما شاء الله عصام عمال يزداد خبرات وما شاء الله زي الفل. هو كان محتاج الدعوات من والده ومن ابوه ومن الاب الروحي بتاعه، وقلت له ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله هتعملوا حاجه كويسه،
وخلي بالك ان النهارده اهم من النهارده يوم الثلاث. فانا دعواتي معاك النهارده ويوم الثلاث يا عصام ده. انما عمر مثلا ما، لاني خلي بالك ان هو يحط مين من الحراس دي اتعرفت من امبارح او اول امبارح، لاني هو بيبقى قدامه المعطيات كلها من الناحيه النفسيه، قدامه محمد الشناوي وابو جبل. ابو جبل كان عامل موسم اكثر من رائع سواء مع الزمالك او في البطوله الافريقيه من ساعه ما محمد الشناوي تعب. ولكن دايما البلان بيرجع، يعني نفتكر البلاش فلاش باك كده، اما محمد الشناوي اتعور في ليبيا نزل ابو جبل، ولكن اما الشناوي يعني خف لعب الشناوي ما لعبش ابو جبل. فكذلك النهارده غالبا هيبقى محمد الشناوي. طيب شايف ان كابتن عصام الحضري اكتسب خبرات التدريب، تدريب حراس المرمى؟ ما انا هقول لحضرتك ليه يا كابتن ما. اولا عصام ازاي، انا بدات التدريب 23 سنه وست شهور. ولا كان في بقى تدريب حراس مرمى ولا في ميديا ولا مدرب حراس. انا اول من اتعلن انه مدرب حراس مرمى في مصر 1979، طبعا كنتيش حضرتك اتولدتي، الاتحاد المصري اعلن هذا الكلام. عصام كان معايا لغايه 48 سنه في وادي دجله بيتدرب. فانا كنت بجهز عصام الحضري والاجوان اللي معاه، رغم ان كان فيهم ناس صغير، اقول لهم في يوم من الايام هتبطلوا التمرين ده لايه وده ايه. عصام الميزه بتاعته انه سن كبير، اشتغل مع مدربين كتير اخرهم معايا اخر فتره اللي هي 3 سنين في وادي دجله، فخد خبرات كبيره حط شخصيته عليها. لان انت عارف انا بعمل دورات كتيره لجميع مدربين العراق، بتبعت تاخدني هناك، عملت دورتين الامارات هولندا قصاد 106 مدرب من انحاء العالم. فعصام كان قدامه والده وابوه والمدرب بتاعه بيديله كل يوم السكشن تدريبي بس عشان يبقى عملاق، انما في نفس الوقت بياخد الخبرات بتاعت التدريب. فعصام لا الحمد لله، وكلنا شفنا النهارده خلي بالك نجاح لعصام ان يبقى ابو جبل في هذا المستوى. اما احتاجنا ابو جبل ونزل لقينا ابو جبل ما شاء الله عليه، ده تحسب للعصام الحضري وللجهاز الفني. دي حقيقه. بس غريبه برضه ان حضرتك يعني قبلت تبقى حارس مرمى في سن صغير، يعني كان ريسك شويه. لا انا 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 بقيت مدرب مش بطوعي. انا كنت بقول لا ده رؤيه شافها الكابتن فؤاد صدقي. كابتن فؤاد صدقي المدير الفني. لان انا زمالك بما اني لسه صغير 21 سنه فايده 3 اجوان، سمير محمد علي وكابتن هشام عزمي، كابتن سمير محمد علي وكابتن هشام عزمي والله يرحمه اشرف ابو النور، وكابتن حسن حلمي قال فكري ابن النادي. انا في النادي من 10 سنين ولسه صغير، فخلوا فكري للسنه الجايه. فانا لا رحت ماشي. والمهم وصلت ان انا العب في المقاولين، فلقيت الكابتن فؤاد جايبني وقال لي بص، وانا كنت الجول رقم 1 في المقاولين بس كان درجه تانية هيطلع الممتاز. اما طلعنا الممتاز فوجئت بالكابتن فؤاد جايبني وقال لي انا شفت رؤيه 3 ايام ورا بعض ان انت هتبقى مدرب حراس مرمى على مستوى مصر. ما حصلش. مين يا كابتن؟ انا عايز اقول لك انا لسه لعبت. مغامره عشان كده بقول لحضرتك. لا مغامره كبيره جدا. انا مش برغمك، استخير الله وقدامك يومين وتعالى قول. والله يا كابتن ما كل ما اسال حد يقول لي يا ابني انت لسه لعبت، الا واحد سمير زاهر رحمه الله عليه رئيس الاتحاد. قال لي يا عم الفكر هتقعد تشتغل 10 سنين وتترمي في التراب والناس تشتمك وفي الاخر هتبقى مدرب. كابتن فؤاد صدقي جاي يقول لك يا عم تعالى وهوفر لك عليك 10 سنين بالظبط، وهو عمل كده الكلام ده مع كابتن عمنا من الحاج. ففرصه ليك ان انت. فدخل اقول له والله يا كابتن ما لا انا هلعب، وهو ما حدش قال لي كله يقول لي الا سمير زاهر. فدخل اقول له يا كابتن انا هلعب، وراح بصص لي في عيني كده قال لي ها. فبدل ما اقول له هلعب قلت له اللي تشوفه ليا كويس اعمله. وانا خارج من اوضته
عمال اقول ايه يا لساني، والله العظيم يا كابتن ايه يا لساني، ايه اللي بتقوله ده؟ مين شافني؟ كابتن عامل لي حاجه. ايه يا عم فكر انت اتجننت؟ قلت له حصل. قال لي مين اللي يبقى مدرب؟ قلت له كابتن فؤاد. قال لا 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 انت عندك الجون الاساسي. لا 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 مفيش الكلام. قلت له طب والنبي يا كابتن خش قول. قال لي لا هنخلص التمرين وانا هخلصك الجون. تمام. نزلنا التمرين يا كابتن معايا، طلعنا اجتماع حاطط كرسي جنبه، ندى فكر صالح في وسط اللعيبه، قعدت فكر صالح بقى مدرب. فعايز اقول لك قدر من الله يا كابتن معايا. دي حقيقه. يعني لا بارادتي ولا بقى. هو قدر من الله. وليه قدر من الله؟ كابتن فؤاد كان متدين جدا وشاف رؤية ثلاث ايام، يعني لو شافها مره هيقول لك ده مش شيطان، انما ثلاث مرات فكر صالح. فهو ده يعني دي القصه. الحمد لله. يعني حضرتك يعني كانت فعلا نقطه تحول كبيره جدا جدا ومغامره، واعتقد صعب كمان ان احنا يعني نلاقي مدرب 23 سنه او سنه صغير، اعتقد يعني كان صعب جدا، بس حضرتك يعني ما شاء الله عليك نجحت فيها وبامتياز. هو لانه قدر من الله، وربنا دايما اما يقدر شيء نهاية. بيسبب ويساعد الانسان على النجاح في دي. طب شايف قدر ده ايه النهارده؟ لا انا هقول لحضرتك النهارده، لان انا جربت المواقف دي كتير بالزبط. في بطولات مع الجنرال العظيم رحمه الله عليه محمود الجهري، الجهري الله يرحمه. وزي ما قلت لك التليفون بتاع عصام الحضري النهارده طمني، واحنا شايفين حتى كل التعليقات سواء بتاعت كروش او محمد او مو صلاح او كلها بتقول احنا ورا علم مصر النهارده. دي حقيقه. بس المباراه النهارده عايزه هدوء، هدوء بالنسبه للعيبه، بالنسبه للجهاز، بالنسبه مش للجمهور. عشان هذه المباراه ازاي نتعامل معاها 90 دقيقه زائد الوقت الاحتياطي، وده تايم اول شوط اول في مصر. الشوط الثاني يوم الثلاث بالظبط، يوم الثلاث ان شاء الله. بطاقه التاهل مش النهارده، النهارده هتبقى بنسبه 40%، انما هي يوم الثلاث. ليه 40%؟ لاني مش عايز ان شاء الله بعد المكسب اللي ربنا هيكرمنا بيه نفرح. لا، لو لعيبه ولا جمهور ولا حد، نقول الحمد لله ان شاء الله يعني، وننتظر يوم الثلاث بطاقه التاهل يا رب ان وهو شاء الله. ده الصح يا رب، نتمنى طبعا. هو ده اللي المفروض. ويمكن احنا جربنا التجربه دي قبل كده اما لعبنا الجزائر هنا وبعدين فرحنا ورحنا لعبناها في السودان واتغلبنا وطلعنا من البطوله. طيب ايه السيناريو اللي احنا المفروض نخرج بيه النهارده، او زي ما بنقول كده النتيجه المثاليه؟ المثاليه بالنسبه ليا كفكر صالح ان انا اكسب 1-0 وما يخشش فيا حاجه، وعلى الاقل 1-0 بس كفايه. ما انا هحكي لك واروح هناك اقدر اتعادل. طبعا لو كرم من ربنا يبقى 2-0، بس انا لو 1-0 النهارده ليه؟ لان الفرقه دي مشكلتها في المرتدات طبعا، وانا عايز زي ما انت كل الناس بتقول هنجيب كام جون ولا هنكسب ونجيب جون بدري، مفيش الكلام ده. في مباريات الحزم، حزم او التاهل لكاس العالم، فدي بتبقى زي ما بيقولوا يعني بالنار، عشان تقدر تجيبي هدف بتبقى الا اذا بقى توفيق الله. عشان كده بقول لك لو ربنا وفق وبقت 2-0 ده تبقى حاجه جميله جدا. المهم ان انا ما يخشش فيا جون هنا. ليه؟ لان للاسف البطوله دي عاملينها برضو بالاهداف. يعني الهدف هدفين لو خارج الـ 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 الموطن يعني. اتنين انا ارجع فلاش باك زي ما حصل في الجزائر. الجزائر كانت تأدي 3-4 مرات اما اتأهلت سنة 90. ايه اللي حصل؟ رحت هناك وتعادلت 0-0، وجيت هنا كسبت لو نفتكر كلنا بهدف حسام حسن الهيدرز. هو ده دايما السيناريو اللي انا عايز اقول كان بايه؟ كان بخمس عناصر اللي هو كان دايما يا كابتن مها كابتن جوري بيشتغل بيه، وانا دايما بحاول اقولهم في كل حلقه عشان الناس تتعلم. لان بدونهم مهما يكون عندك من لعيب، وده اللي يفرق بيننا وبين السنغال، لان لو السنغال بالاسماء دي كلها
ما عندهاش حتة الجماعية بتاعتنا. دي حقيقة، بس احنا عايزين يعني نستفيد شوية في حتة الجماعية دي، عشان هي نقطة مهمة جدا، لأن انت عارف حضرتك دي الحاجة اللي بتميزنا عن منتخب السنغال. ولكن هنطلع فاصل قصير ونرجع ونستكمل كلامنا مع كابتن فكري صالح. قبل ساعتين ونص من المباراة استاد القاهرة الدولي ممتلئ بالجماهير، منظر عظيم. والله المنظر ده انا جسمي اشعر دلوقتي والله. ممكن بعد السن ده كل انزل العب ولازم اكسب. الواحد غار الصراحة، اتمنى انه يكون هناك. أنا بحكي لك المنظر ده يساعد كتير اللاعب، لان لما يبقى الجمهور كله على قلب رجل واحد وتشجيع واحد وعلم مصر واحد، ده مش عايز اقول لك بيعمل ايه. طبعا طبعا، لا لا يعني حتى لو واحد الطاقة بتاعته 60% هتبص تلاقيها بقت 100% غصب عنه، ده مليون والله من المنظر ده تبقى طاقته مليون المية. فيعني انا بتمنى لمنتخب مصر النهاردة الجمهور العظيم، لان انا دايما كانت كلمتي والله يا كابتن ماهر، مصر مش في قلبي، مصر هي قلبي. دي حقيقة. فما بشوف المنظر الجميل ده في حياتي كله يعني حياتي، حتى في الفترة بتاعت المؤسسة العسكرية وحرب 73 وقبلها حرب الاستنزاف، مصر غالية جدا. طب النهاردة بتشوفي حتة الانتماء دي سواء من الجمهور، انا طبعا برفع القبعة للجمهور المصري العظيم طبعا النهاردة انه يبقى متواجد بالصورة دي، وده هيطمني اكتر مع التليفون بتاع عصام اللي كان قبل الصلاة. لا ان ادي جمهور مصر بيقول مصر، والفرقة بتقول احنا كلنا تحت علم مصر. دي حقيقة. النهاردة هيبقى ان شاء الله حاجة كويسة، بس كون يهمني ان يبقى عندهم 5 عناصر، وهي دي اللي تفرق شخصية التيم في المواقف دي: التحدي، الاصرار، العزيمة، الالتزام، طبعا حسن التوكل على الله. دي حقيقة. خلينا دلوقتي يا كابتن استقبل معاك محمد مطاوع الناقد الرياضي من استاد القاهرة. استاذ محمد، طمنا بقى على الاجواء دلوقتي في استاد القاهرة. على كل المتابعين وحضرتك بشكرك يعني جدا. عايز اقول لك يمكن انا كنت بتكلم مع زمايلنا دلوقتي ان احنا شايفين لوحه فنيه جميله ومشهد اكثر من رائع في استاد القاهره. يعني جمهور مصر لبى دعوه الجميع، لبى دعوه ان المنتخب محتاجه في ماتش زي النهارده، لبى دعوه محمد صلاح لما كتب على صفحاته على السوشيال ميديا انه محتاجينكم بكره. اللي تقريبا يعني انا بكلم حضرتك والمدرجات تكون ممتلئه عن اخرها الا حاجات بسيطه، ولسه الناس متدربه بره بالالاف مستنيين يخشوا. يعني المنظر والمشهد والتنظيم حاجه اكثر من رائعه، يعني تكلل باذن الله النهارده بتوفيق لمنتخبنا يا رب نتيجه ايجابيه قبل مباراه الثلاث ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. استاذ محمد قول لي يعني حافله المنتخب وصلت ولا لسه؟ لا لسه طلعت، بس يمكن وانا بكلم حضرتك حالا لسه واصل طاقم التحكيم حالا يعني قدامهم بيدخلوا الاستاد. لكن لسه حفله المنتخب بحسب معلوماتنا المنتخب المفروض هيكون على وصول الساعه 9 عشان يبداوا يعملوا احماءاتهم بعد وصولهم بشويه بعد المحاضره الاخيره ويبداوا ينزلوا للاحماء. حتى الان ما وصلوش. طيب في اي اخبار عن التشكيل؟ لا برضو يعني برضو هو لسه ما فيش تشكيل وكلها تكهنات. في ناس بتقول لك في مفاجآت في التشكيل، في ناس بتقول لك ان الكابتن هي كيروش مستر كيروش هيشتغل بنفس الطريقه بتاعته 4-3-3، وفي ناس بتقول لك لا النهارده في تغيير على اساس قوه منتخب السنغال ويقدر يبقى في توازن دفاعي وهجومي. فلا حتى الان كلها مجرد اجتهادات اعلاميه وصحفيه، ولكن لسه التشكيل يعني انا بقول لحضرتك لسه المنتخب قدامه بالظبط يعني 50 دقيقه على الوصول لاستاد القاهره. أنا بشكرك جدا جدا أستاذ محمد مطوع الناقد الرياضي من استاد القاهرة الدولي. شجعوا بصوا للنهاية من أول ثانية لآخر ثانية. كنا لسه بنتكلم عن الجماهير، النهاردة في أكتر من 60,000 مشجع داخل الاستاد، ده ممكن يؤثر إزاي على لاعبي السنغال؟ طبعا احنا أولا في حياتي في مشواري مع الجنرال العظيم محمود جوري احنا كان كعبنا عالي على السنغال في الاستاد دايما. واللي اختار قرار الاستاد يعني هو قرار صائب وحكيم، لان الاستاد مش موضوع جمهور، الاستاد نفسه بطريقته بالبنى بتاعه بيرعب كل فرق افريقيا اما بتيجي تلعب فيها غير برج العرب. فده هيبقى عامل ضغط كبير جدا
هذا الضغط هيبقى لصالح منتخب مصر. مهما كانوا هم لعيبة محترفة ومهما كانوا بيلعبوا قصاد جمهور، حتى الحتة دي ممكن النهاردة مثلا لو اتكلمنا على الشناوي وإدوارد مندي، لأن الشناوي غالبا يعني زي ما أنا قلت هيبقى هو حارس مرمى مصر، ثم إدوارد مندي بالتالي هيبقوا الاثنين بيواجهوا بعض. هل الجمهور يؤثر على مندي؟ مندي يعني كنت لسه أسألك، يعني الحضور الجماهيري الكبير ده يأثر عليه؟ هو حارس المرمى عشان ياخد القرار صح كحارس مرمى، لأن دايما حارس المرمى هي كلمتين دايما أنا بقولهم، مساحة وزمن. فمساحة التمركز السليم في المكان السليم في التوقيت السليم، تمام، الزمن سرعة رد الفعل عشان يقدر ياخد القرار لأي موقف عليه. لازم يبقى هادي ثابت، عنده الثبات الانفعالي. هل مع الجمهور ده على الأقل لمدة 10-15 دقيقة مش هيبقى عنده الثبات الانفعالي إلا إذا نزل في التسخين قبليها بساعة إلا ربع، وده مش هيحصل. لأن أي فرقة هتنزل أو فريق السنغال هينزل نص ساعة أو تلت ساعة، فلازم هيبقى له تأثير غير بعد كده في سير المباراة. أنا بتكلم على تأثير الجماهير على الثبات الانفعالي بتاعه. ناس هترد وتقول يا كابتن فكري ده جون تشيلسي وبيلعب قصاد الجمهور وأحسن حارس في العالم، وأحسن حارس في العالم، بس لما يلعب قصاد تشيلسي وبيبقى بيلعب نادي غير لما يكون بيلعب على بطاقة التأهل لكأس العالم في مصر مع هذا الجمهور العظيم اللي باللون الأحمر أكتره أو لبس علم مصر، فكل ده مع الأصوات لا أكيد هيبقى فيه اهتزاز، وده اللي أنا أتمناه من الله. كلنا بنتمنى يعني يا رب، بالذات الربع ساعة الأولانية اللي هي هيبقى لغاية ما يأقلم نفسه أنه الثبات الانفعالي يرجع له تاني وهدوء الأعصاب يا رب. ان شاء الله ما يعرفش يتأقلم ولا يعرف يعمل اي حاجه. طب عايزه، احنا كنا لسه بنتكلم على منتخب السنغال ومنتخب مصر، وقلنا ان منتخب مصر بيتميز ان هو روح واحده، ممكن منتخب السنغال يبقى بيفتقد لهذا العنصر شويه. شوفي حضرتك، لغايه مباراه نيجيريا في البطوله الافريقيه ما كناش فريق واحد وتيم واحد، وعشان كده تفتكري كان حتى الشعب المصري زعلان وحزين من المنتخب. بعد مباراة نيجيريا والأداء العظيم اللي اتعمل في 3-4 مباريات نهايتها مع السنغال، لأن زي ما حضرتك قلت يا كابتن ما ده بقى تيم واحد. طب ازاي بيبقى تيم واحد؟ بالخمس عناصر اللي قلت لحضرتك عليه، ان ده اللي يعمل نقول ده شخصية منتخب مصر. وخلي بالك دي ما كانتش موجودة في بطولة العرب، دي حقيقة، إنما هي تواجدت بعد ماتش نيجيريا، وإن النهاردة بمشيئة الله هتتواجد بقوة عشان نعمل انتصار، وممكن الكرة فيها كل حاجة، ممكن يبقى انتصار. أنا حتى أما قلت في البداية أنا أتمنى 1-0 ولو ربنا كرم يبقى 2-0، لا ممكن أكتر من كده، فاهم إزاي؟ لأني أنا شايف إن الفرقة ما شاء الله زي ما حضرتك قلتي بقى تيم، يمكن حتى كيروش وهو بيتكلم قال احنا عائلة واحدة، دي حقيقة. فكلمة عائلة واحدة دي بتنم ان كله، صورة محمد صلاح وهو بيحضن محمود سليمان اللي هو غرفة اللي هو مسؤول عن المهمات واخده حضنه وصورة نازلة، بيوريكي فعلا ان الروح دي لا ربنا هيدي انتصار كبير لينا النهارده. المفروض نستغل ان هم مش تيم واحد، ده برضو حاجه نلعب عليها النهارده. طبعا هي هم كفنيا بقى بعيد عن الاسماء ومين هيلعب وساديو ماني والكلام ده، انا يهمني النهارده اهم حاجه، وده اكيد الجهاز الفني قالها، اني مع محاوله ان انا اجيب هدف اخلي بالي من المرتدات بتاعت السنغال، لان عندهم بيلعبوا على الطويله سواء ناحيه اليمين او ناحيه الشمال،
وبيعملوها. حتى انا عايز مصطفى محمد لو بيلعب في التشكيل يمنع اي كرة طويلة تتعمل، يمنعها حتى لو بفاول. هي دي النقطة اللي انا يعني بتمنى، واكيد طبعا الجهاز الفني، لانه الجهاز الفني لما بيجي يحط خطة كابتن بيقعد يومين ثلاثة اربعة يمسك الفرقة يحللها تماما بنقط قوتها بنقط ضعفها. اكيد طبعا ده كل المفروض ده. طبعا كل يكون ده محاصر. في محلل اداء بيبقى جايب باللحظة. فاكيد هم حتة المرتدات دي اهم حاجة، بس المنتخب يبقى هادي، مش عايز حد ياخد انذار. بالظبط. مش عايز حد على الخط بره يبقى منفعل حتى الدقيقة الأخيرة، لأن أنا ممكن سير المباراة يا كابتن مها ما تبقاش إيجابية، صفر صفر ووصلت للدقيقة 90 وحلعب خمس دقايق، أنا ممكن أجيب هدفين في الخمس دقايق. كابتن والنبي ان شاء الله ما نوصلش. أنا ان شاء الله ما نوصلش. يا رب انا اول ما ننزل بعد خمس دقايق اجيب 3-0. بس لازم انا بتكلم على اساس لو حتى مدرب بيسمعنا وحتى الجمهور، لازم الجمهور ما يتسرعش. طبعا ما يتسرعش. لا التسرع ويشجع بغلط. ما انا بحكي لك ويشجع لغايه اخر لحظه مع صفاره الحكم. طيب كنت عايز اقول لحضرتك على حاجه دلوقتي، ان الكونغو الديمقراطيه كانت بتلعب مع المغرب وانتهت المباراه 1-1، اتعادلوا في الكونغو كده، يبقى يعني لمصلحه المغرب. اه طبعا المغرب خلاص قربت. لا لا، ما مصلحه المغرب قربت بنسبه 70%. يعني قبل ما ادخل لحضرتك هنا كانت النتيجه 1-0. 1-0 فكانت، انما كده ولكن وارد كل حاجه. يعني فاهم قصدي ايه؟ لان دي كوره، انما بالمقاييس اللي احنا بنقولها والجون باتنين لا. بس ده بيأكد فعلا كلام حضرتك ان المباريات كلها صعبه والنتائج وهتشوف كده النهارده. مفيش ان شاء الله، مش النهارده عندنا. لا النهارده ان شاء الله التوفيق من عند الله. انت ناسي حاجه عايز اقول لك كمان، ان مالي وتونس صفر ده دلوقتي 18 وهم يعني 0-0. انت ناسي حاجه مهمه يا كابتن. في 65 في اللي احنا شفناهم اللوحة الفنية الجميلة، صدقيني في 105 مليون في البيوت قاعدة عمالة تقول يا رب. دي حقيقة. يعني فاهم قصدي؟ يمكن حتى انت سؤالك لما قلت للناس فالبيوت اهم من البتاع ده، لان كلمة يا رب تخلي 105 مليون لما يقولوا يا رب دي بتفرق كتير قوي. دي حقيقة. لو جينا بقى بداية المباراة، نبدأ ضغطين من البداية للنهاية ولا نضغط شوية ونهدى شوية ونرجع نضغط تاني؟ يعني سير المباراة نفسه بيبقى عامل ازاي؟ لا لازم اخد الدفعة الأولانية. ده كان السر. افرض شخصيتي يعني. افرض شخصيتي ولو خمس دقايق بس يبقى مع الناس اللي ورا تخلي بالها، انما لازم اخد دفعة الجماهير دي. وان انا من خمس، خلي بالك انا لما كسبت الجزائر فلاش باك كانت في برضه الخمس سبع دقايق الاولانيه وطول المباراه مفيش حاجه تاني. لازم اخد دفعه الجماهير دي، ان انا زي ما بيقولوا اكشر عن انيابي لفريق السنغال. وبعد كده لازم عشان المجهود بتاعي لازم تبقى العمليه متقسمه سواء دفاعيا او هجوميا. اجيب جون او جول في الشوط الاول او في البدايه كده واهدى بعد كده وارجع هجم تاني في الشوط التاني. أيوة. ولا امشيها زي انا ربنا كرمني اهم العب حاجة على الاخر خالص بعيد بقى ان انا اجيب جول. لازم اخد بدايه المباراه ان انا اكشر عن انيابي للسنغال سواء بقى جبت جون او ما جبتش. خمس دقايق الاولانيه عشان يبقى الرعب اللي هم فيه، اولا استاد القاهره بالظبط، اتنين هذا الجمهور طبعا، ثلاثه الله لا 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 دي مصر دي حاجه تانية خالص. لان خلي بالك هو لعبك ماتشين قبل كده في البطوله الافريقيه. فهو لا يقول لا ده مصر مختلفه خالص. طيب تعالى نقول مع حضرتك كده التشكيل الامثل النهارده، حراسه المرمى. والله انا زي ما قلت الشناوي، الشناوي ممكن عمر جابر، ممكن عبد المنعم، افشه سوري تقصد الونش؟ الونش فتوح طبعا في النص، عمرو
سلية وفتحي ونني وفتحي، تريزيجيه على الشمال، مو صلاح على اليمين، مصطفى محمد مصطفى في النص. محمد ده التشكيل، ده التشكيل اللي هو غالبا اللي موجود. لو حصل تعديل غالبا ما يعني ممكن، لان التعديل ممكن وارد لو هيغير 4-3-3. دي حقيقة. لو هيلعب 4-3-2-1 عشان استفيد بالجماهير والكلام ده، واروح حاطط قفشه. فهماني؟ فهمك. دي قصه تانية. دي حقيقة. طيب عايزه سريعا كده اتكلم مع حضرتك على مشروع البراعم لحراس المرمى اللي حضرتك يعني بتديره. انا عندي ابني محمود فكر صالح 2009، ده حارس مرمى وادي دجله. ورغم ان معاه 2 مدربين كويسين قوي، سواء علي ترك او سعيد سيد او المدير الفني بتاعه شادي محمود، انما انا قدمت لاتحاد الكوره الحالي مشروع الاشراف على حراسه مرمى مصر كلها بما فيها مدرسه العمالقه من سن 7 سنين ل 13 سنه. ليه؟ عشان انا عايز يبقى عندي جوان محترفه بره يا كابتن. الجون المحترف ده يبقى لازم اربيه صح، والمشروع ده اتعمل في الاردن قبل كده ونجح نجاح غير طبيعي. انا بتمنى من الله ان هذا المشروع، هو مش موضوع المدرسه بس، هو موضوع مدرسه والسيستم بتاع كل فريق الشباب مع الاولمبي مع الناشئين، كل السيستم بتاع المدربين ده يبقى سيستم واحد. ومصر عملت الكلام ده في الهاندبول زمان عشان توصل للعالميه. كل الحاجات دي انا قدمت مشروع كامل متكامل كان اتعمل ونجح بتوفيق الله بدرجه امتياز في الاردن، دوله الاردن الشقيقه، مع الجنرال العظيم محمود الجوري. بتمنى من الله انه يرى النور عشان خاطر مصر، لاني مصر حاليا حارس المرمى 70% من قوه طبعا من قوه اي تيم. دي حقيقه. حضرتك هتتفرجي فين؟ هتفرج فين؟ انا مع صحابي كلهم متجمعين، فهنزل اتفرج. حضرتك انت اللي بتسالني سؤال الحلقه. انا بتسبق. بسبق. ماشي يا كابتن. حضرتك هتتفرج فين؟ انا هتفرج انا ومحمود ابني ومامته وخالته في البيت، بس اتمنى من الله ان ربنا يعني محمود اقدر اسيطر عليهم، لان اعصابهم بتبقى غير طبيعيه. خارج بلاقي ناس بتتنطط سواء خالته ولا مامته، فيعني اتمنى من الله اقدر اسيطر عليهم في القعده. ان شاء الله النهارده نخرج بنتيجه ايجابيه ويبقى يوم جميل يا رب على كل الجماهير المصريه. تعالوا بقى اسال حضراتكم سؤال الحلقه الاستاذ فكري سبقني بيه. يلا تعالى نقرا مع بعض يا كابتن. هتتفرج على ماتش مصر والسنغال مع مين وفين، ومين اللاعب اللي هتتوقع تالقه النهارده؟ نبدا بيه احمد عيد وهبه، ده بيقول مساء الخير عليك يا ماما وعلى كابتن فكري، بنشكرك. أهلاً طبعا. أهلاً. انا اتفرج على الماتش مع صحابي في البيت، واتمنى تالق مصطفى محمد وان شاء الله يقدر يسجل، وبالتوفيق لمنتخبنا. زملكاوي جميل، بشكرك جدا يا احمد. احمد مصطفى، مساء الخير عليك يا مها وسلامي للكابتن فكري. اهلا يا احمد. بشكرك جدا. عملاق التدريب، هتفرج على الماتش مع مصطفى ومحمد اولادي وزوجتي، وباذن الله 2-0 لمنتخبنا يا رب ان شاء الله. امير الحريف، مساء الخير عليك يا ماما وعلى كابتن فكري. اهل الصعيد بيمسي على حضراتكم، اهلا باهل الصعيد كلهم. هنتفرج على الماتش في البيت انا وستي، واتوقع تالق احمد سيد زيزو، وبالتوفيق لمنتخبنا المصري ان شاء الله. أهلا يا أمير. جدا 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 يا امير. كابتن فكري كنت منورني والله النهارده. اوعي تقولي لي خلص، هتقولي لي نطلع يعني ونرجع تاني. بصي 24 خلاص يعني. لا والله انتهينا. انا مش قادر اقول لك عشان نلحق المباراه. بالظبط. وانا فعلا بتشرف ان انا كنت مع حضرتك. بشكر حضرتك جدا يا كابتن. ودليل كلامي ان الوقت بيجري من غير ما نحس. ما نحس بالتألق دايما. بشكرك. انا شايفك يعني انا كل فتره باجي، بس ما شاء الله في تألق كبير جدا. شهادة. ربنا يكرمك. ربنا يكرمنا النهارده يا رب. وتحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر يوم الدنيا يا رب ان شاء الله. مشاهدينا بشكركم، وكده تكون انتهت حلقتنا، وان شاء الله اشوفكم بكره في حلقه جديده من برنامج اخبارنا، وكل التوفيق طبعا لمنتخبنا الوطني النهارده.